تراشق إعلامي يقابله بيانات تأييد لمخرجات المكتب التنفيذي بالساحل، وأصبح المواطن في حيرة من أمره، من يصدق بعد سنوات من الوعود؟ فهل سيتم معالجة ملف الكهرباء أم ستعود الأسطوانة المعهودة ساعتين بساعتين؟ نبدأ نشرتنا بمحورنا لهذا اليوم، التراشق الإعلامي بين أوساط السلطة بحضرموت. أهلا بكم. تراشقات وتصريحات إعلامية بين قيادة السلطة بحضرموت بعد الاجتماع الاستثنائي لتنفيذ المحافظة، والذي خرج كغيره من الاجتماعات بوعود قد اعتاد الشارع الحضرمي عليها. ولا يزال وضع الكهرباء كما كان بعد مرور أكثر من 24 ساعة على تصريحات الوكيل الأول لحضرموت. وتأييدا لمخرجات الاجتماع الاستثنائي التنفيذي ساحل حضرموت، أصدرت بعض السلطات المحلية والمكونات القبلية المنضوية تحت مظلة مؤتمر وحلف حضرموت الجامع، أصدرت بيانات التأييد لمخرجات تنفيذي ساحل المحافظة الذي ترأسه وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع. إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية مقربة من المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت أن اللواء البحسني على اطلاع كامل بكل ما يدور في المحافظة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء، مؤكدين وصول السفينة ريانة عصر اليوم إلى ميناء المكلا محملة بعشرة آلاف طن من الوقود المخصص لكهرباء الساحل، ومشيرين إلى تواصل المحافظ مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول عاجلة ما لم ستتخذ سلطة حضرموت خطوات، منها إيقاف تصدير النفط للضغط على الحكومة وعدم توريد إيرادات المحافظة للسلطة المركزية، والقيام بخطوات أحادية الجانب في هذا المجال لإصلاح وضع الكهرباء. وبعد بيان الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
بكهربائي ساحل حضرموت أن إدارة الكهرباء لديها عدة دراسات لإنشاء المحطات الكهربائية يجب الأخذ بها، مؤكدا أن الوضع في الكهرباء سيظل على ما هو عليه حتى مع توفر المحروقات عدا تخفيض ساعات الانطفاء. للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف الزميل علي بافطيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بكهرباء ساحل حضرموت. أهلا بكم معنا في هذه النشرة. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر قناة تكلى على هذا الاستضافة الطيبة. طبعا قناة تكلى نعم أهلا بك زميل علي في إيصال الحقائق للمواطنين أول بأول. نعم زميل علي، المكتب التنفيذي لساحل حضرموت ذكر في بيانه الأخير أنه سيتم شراء المحروقات لكهرباء ساحل حضرموت وبذلك بشكل دوري، فهل في حال صدقت وعودها هذه المرة هل سيشهد المواطن أي تحسن في خدمة التيار الكهربائي؟ الله يعني نحن نشكرهم على هذا الخطوات التي قاموها وإتخاذ هذه القرارات بخطوة جريئة. نعم نعمل إن شاء الله أن تكون ملموسة يعني وسريعة، تكون قرارات يعني فعالة عشان المواطن يحس بذلك. أما من ناحية تحسن التيار الكهربائي زي ما تعرفون إنه نحن نعاني مش من وجوده فقط، إنما نعاني أيضا من عجز في التوريد، وهذا طبعا موضح لدى السلطات لدى الجهات المعنية لدى الحكومة لدى وزارة الكهرباء إنه محافظة حضرموت خصوصا الساحل عندنا عجز في التوريد، والآن معتمدين على شراء الطاقة، وشراء الطاقة طبعا الآن حطت بجرش اللي هي شركة حضرموت الفترة الأخيرة هذا ما برمش عادت معها للحكومة وللسلطة يعني. نعم. والآن شغل نحن اثنين مولدات فقط اللي هي بحدود تطلع 12 ميجا. الصباح طبعا من الساعة 7 محطة بيروت تشوف الساعة الصباح طبعا تبدأ تشغل حتى المصنع هذا الحديث، فيضطرون انهم يعطون نحن مولد واحد فقط 6 ميجا. نعم 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 الصباح المواطن السائل. نعم الزميل علي بخصوص المحطة الغازية المعلن عنها في الاجتماع وأنتم ذكرتم وجود دراسات لديكم بذلك في مؤسسة الكهرباء، هل تم الأخذ بدراسات مؤسسة الكهرباء أو هل تم وضعها من قبل المدير العام للكهرباء، وهل ستكون هذه المحطة تحت إشرافكم أم أنها مجرد تصريحات إعلامية لتهدئة الشارع؟ والله بالأمانة عشان أكون والحين معكم نحن إلى الآن يعني نعتبرها تصريحات إعلامية وكثير موقف سياسي زي ما التصريحات السابقة، يعني الآن المواطن حتى الصفر أصبح يفهم انه لانه كنت استمعنا لاحاديث كثيره خلال السنوات، يعني بنقول نحن لو كنا الا بس منذ تحرير ساحل حضرموت الى الان نحن نسمع يعني تصريحات من جميع المسؤولين سواء كان اللي عندنا في محافظه حضرموت. نعم. او اللي في عدن او اللي هم جالسين برا مش فاهمين يعني وضعنا كيف نعيش المواطن كيف يعاني، كلها مجرد تصريحات في فتره معينه وتنتظر بعدها. نعم. يعني زي ما تقول باختصار الكلام انه بيشتى والمواطن بيهدى وبين صوت. نعم. وبي الصف الثاني وبتبدا المشاكل من جديد نفس الاسطوانه زي كل عام. عبر صفحتي انه توجد عندنا اداره مدارس دراسات موجوده وهذا عندهم دراسات يعني جاهزه ومتكامله، بل انه الفتره الاخيره هم على علم برضه السلطه والحكومه الفتره الاخيره الشيخ بجهاز الشيخ بجهاز طلع مجموعه من عندنا من المؤسسه اختاروهم. نعم. ناس يعني ما شاء الله تبارك الله نابغين و طلعت اليوم مال فنلندا وحملوا برنامج حق دراسات بعد يعملون الغازيه عندنا في المسله. الان هذه الدراسات ما اخذت الان يعني جهاز تصريحات نسمع، فانت اذا كان بتنشا كهرباء لابد تجي الى جهاز الكهرباء وتاخذ منهم الدراسات. نعم. عشان تنفذ مش تطلع زيارات وتصريحات. نعم زميل علي برايك ونحن الان في منتصف الصيف ما هي الحلول السريعه لاستقرار التيار الكهربائي خصوصا في هذه الايام؟ والله الحلول السريعه موجوده يا اخوي وهم يعلمون بها الحلول من ذلك. نعم. يعني كان باجرش لو اتصلوا مع محطه باجرش جدولوا مديونيته وعملوا عقد، لان الان باجرش الشغل طبعا بدون عقد اللي ما عباره عن علاجات عن مدير الكهرباء هو مجرد علاجات معهم يدخلون نحن اثنين مولدات قبل فتره كانت اربعه، الان لما حكمت شحه وجود المازوت لانه هو شغل مازوت رافض محطه باجرش انه يشغلون بديزل، يقول لك انا من عندي اعطيك الان وعندكم مبلغ حقي ما سددتوه ولا قدرت نعمل صيانه ما بشغل الا بالمازوت، ويشغل نحن اثنين مولدات على قدر المازوت المتوفر. نعم. لكن اذا الان توفر المازوت بتجي طبعا موعودين نحن باخره بتوصل على اساس انها 5-7 او 10-7، اذا وصلت الباخره كميه حقنا هذا فيها 8000 طن بتوصل حقنا، فنعطي منها محطه
تاجرش. طبعا الان اللي تجيلكم مياه اسعافيه كلها نحولها الى محطه تاجرش، لانه محطه الريان شغلها بالديزل لما توصل المازوت طب منها حزم حكوميه، وكذلك محطه ال 40 ميجا محطه الديزل القطري اللي بالشحر. نعم ذلك. طبعا عشان برضه نوضح اكثر، الان فاخر هذا اللي وصلت ال 10 طن الديزل اللي وصلت يوم امس، طبعا بيستفيد منها يعني بيكون بيحسوا بتحسن رابط الشرق، يعني الريد الديزل الشرقيه بسعر الغيل الشحر، لانه تشتغل على ديزل بنزودهم بكميات ديزل، وان شاء الله بتكون الوضع عندهم بيكون. نعم. لكم الفتره يا علي ستغطي هذه الشحنه من وجود المازوت؟ كم الفتره التي ستغطيها في تغطيه العجز في الساحل؟ بس لكن ما توصل 8000 هذا. نعم. 8000 هو ما توصل، نحن عندنا في اداره اسمها اداره الطاقه المشتراك. نعم. طبعا في ناس مختصين يحسبون الكميه ويرفعون على ذلك رساله مباشره للجهات المعنيه ان هذه الكميه وصلت استلمناها وقدرنا بدون كذا بتكفي نحن ساعات كذا. نعم. عشان في المواطن احيانا يقول لك انتم ما تخافون الا لما انا قاعد صوتي، نحن نخاف باول باول. نعم نعم نعم. الزميل علي بافطيم مدير اداره العلاقات العامه والاعلام بكهرباء ساحل حضرموت، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. حياكم الله. نشرتنا الاخباريه متواصله مشاهدينا الاكارم، وفيها ايضا السفير الامريكي فاجن يكشف عن زيارته لحضرموت. الزبيدي يطالب بتكثيف تدخلات البنك الدولي لدعم سبل العيش ذات الصلة بمعاناة المواطنين. مصادر مطلعة إغلاق شركة يولي للاتصالات بالعاصمة عدن نظرا لمخالفات قانونية. أهلا بكم من جديد. من الرياض، شدد السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي، شدد التأكيد على ضرورة فتح كافة الطرق وخاصة في تعز، قائلا يجب أن تستمر الهدنة في تحقيق الفوائد لجميع اليمنيين. إلى ذلك كشف السفير الأمريكي عن زيارته لمحافظة حضرموت، ومصرحا بلقائه مع مسؤولين محليين في المحافظة لمناقشة الجهود المبذولة في مواجهة التحديات التي تواجه أكبر محافظة في عموم البلاد. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف دعم دول المجلس لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن لتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي السيد هانس في مقر الأمانة العامة بالرياض، حيث جرى مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي ومخرجات المشاورة اليمنية اليمنية، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن والسعي الدائم لتعزيز كافة الجهود خليجيا وإقليميا ودوليا لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن. وفي سياق آخر، بحث السفير السعودي محمد الجابر مع السيد هانز بحث الجهود المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تم التأكيد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين. في العاصمة عدن، لدى استقباله وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي، طلب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي طلب بتكثيف تدخلات البنك لدعم سبل العيش ذات الصلة بمعاناة المواطنين. ودعا الزبيدي خلال اللقاء إلى التدخلات المحلية التي يطلع بها البنك، ومنها تعزيز الأمن الغذائي ودعم مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم وبناء القدرات في المؤسسات الحكومية.
مؤكدا أن زيارة وفد البنك الدولي للعاصمة عدن للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب هي محل تقدير، مثمنا الجهود التي تبذلها بعثة البنك لأجل الوقوف إلى جانب الشعب في هذه الأوقات العصيبة. من جهته أوضح عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميزرا حسن، أكد أن الزيارة جاءت للاطلاع على أبرز الأولويات التي تتطلب تدخلا عاجلا من قبل البنك الدولي، مؤكدا أن إدارة البنك تسعى لوجود تمثيل للبنك في العاصمة عدن في أقرب وقت ممكن، مجددا التزام إدارة البنك باستمرار دعمها وتقديم يد العون، مؤكدا أن البنك الدولي كان ولا يزال شريكا أساسيا لبلادنا في مختلف مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية. عقد مجلس الوزراء بالعاصمة عدن اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع العامة وبحث عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين وتقييم مستوى تنفيذ القرارات الحكومية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. في سياق الاجتماعات التي لطالما لم تكن لها مخرجات إيجابية على أرض الواقع يلمس أثرها المواطن، اجتمع هذه المرة مجلس الوزراء بالعاصمة عدن وكسابقاتها لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين التي تغنى بها مجلس الوزراء منذ تنصيبه. مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه عددا من التقارير، وكان منها تقرير الإدارة المحلية حول الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2021 الذي أوضح أن إجمالي الموارد للدولة بلغ أكثر من 2 مليار ريال يمني وبنسبة زيادة بلغ 56% عن العام 2020، إلى جانب تقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية للعام المالي 2021 على مستوى المحافظات المحررة والتي بلغت أكثر من 19 مليار وبنسبة زيادة عن المحصل في العام 2020 والتي بلغت 48% عن كل هذه الإيرادات المخصصة للحساب العام لم يستفد منها المواطن في أدنى مقومات حياته المعيشية. مجلس الوزراء وكالعادة في كل اجتماعاته يعمل تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية لتلبية تطلعات المواطنين وخصوصا تخفيف معاناة قطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية بأسعار معقولة والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية. كل هذه الإجراءات التي يتخذها المجلس لم يكن لها الأثر الملموس في حياة المواطنين ولم تغير في الواقع أي شيء، وإنما تدهور كبير على مستوى جميع الخدمات. خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في عدد من الجبهات كان لها من نقاشات المجلس نصيب، الذي اكتفى بمطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في الضغط على ميليشيات الحوثي ودعمها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف. هذه الاجتماعات واللقاءات التي يجريها مجلس الوزراء وبشكل مستمر لترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة وتخفيف معاناة المواطنين القائمة لم يلمس منها المواطن أي أثر يذكر. قال مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة لا علاقة لها إطلاقا بعمليات وإجراءات ترحيل الأموال للبنوك الحكومية والخاصة إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة بما فيها مطار عدن الدولي، كون ذلك من صميم اختصاصات البنك المركزي اليمني الذي يتولى حصريا مهام إعداد وإدارة السياسات النقدية. واستغرب المصدر تداول البعض في اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم صادر من مدير مطار عدن الدولي موجها للجهات الأمنية والدائرة الجمركية بالمطار بخصوص منع إخراج أي أموال للبنوك الحكومية والخاصة عبر مطار عدن إلا بخطاب تغطية من وزير المالية، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول أي معلومات مغلوطة. بالتزامن مع توقف خدمات شركة يو في العاصمة عدن، أعلنت مصادر إعلامية عن إغلاق النيابة العامة في محافظة مأرب مقرات شركتي من موبايل ويو للهاتف النقال. وأفادت مصادر أن إغلاق شركة يو بالعاصمة عدن جاء لعدم قانونية عمل هذه الشركة في المناطق المحررة وعدم حصولها على تراخيص مزاولة العمل من الحكومة في عدن، بل عملت الشركة على إخراج تراخيصها من صنعاء القبعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إضافة إلى دفعها الضرائب إلى جماعة الحوثي وإلى جانب امتلاك الحوثي الجزء الأكبر من حصص أسهم الشركة حسب ما أفاد به مراقبون.
للمرة الثانية نفذ مواطنون في العاصمة عدن وقفة احتجاجية بمركبتهم تنديدا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقالت مصادر محلية أن العشرات من المواطنين تنظموا وقفة احتجاجية بركن سيارتهم في خط الجسر احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية. وأضافت أنه جرى إغلاق خط الجسر بالسيارات والاعتصام بالموقع حتى تلبية جميع المطالب المشروعة المتمثلة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في عدن. جاء ذلك عقب احتجاجات غاضبة شهدتها مدينة عدن خلال الثلاثة الأيام الماضية تنديدا بتردي الخدمات وانهيار العملة وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. في محافظة لحج دشنت حملة عسكرية أمنية مشتركة في مديرية طور الباحة لمحاربة ظاهرة التقطع للعابرين في خط عدن تعز وضبط الخارجين عن النظام والقانون. وانطلقت الحملة من عدن ولحج على ظهر موقب من الآليات والعربات، وفور وصولهم تفقدوا مستوى الانضباط الأمني في عدد من النقاط، وكذا إدارة أمن طور الباحة، والتقوا عددا من قيادات المديرية المدنية والعسكرية. كما انتشرت الحملة الأمنية وأقامت عددا من النقاط الأمنية على طول الخط الرابط بين عدن وطور الباحة وتعز. وأكد محافظ لحج اللواء أحمد التركي أن الحملة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان العابرين، وستتواصل جهود الحملة لضبط المطلوبين لإدارة الأمن حتى تسليمهم للعدالة. في محافظة شبوة افتتحت السلطة المحلية بالمحافظة المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحي في بئر علي بمديرية رضوم بكلفة تجاوز 3.5 مليون دولار. ويتكون المشروع من 3 مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى 12 مبنى فندقي تضم 32 شاليها سياحيا و12 فيلا شاطئية. وأشارت السلطة في شبوة أن هذا المنتجع يمثل واجهة سياحية متميزة في المحافظة وواحدة من أبرز الأماكن السياحية في البلاد، مضيفة أن هذا المنتجع يمثل فرصة واعدة للاستثمار وسيرفد الاقتصاد المحلي وسيساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي بالمحافظة. كما شارك في الافتتاح رئيس انتقال شبوة العميد علي الجبواني الذي لفت إلى أن الكل في شبوة مدعو اليوم لرص الصفوف من أجل البناء والتنمية وقذ التقدم ونبذ الخلافات والصراعات تحت قيادة محافظ المحافظة. في المكلا أكد وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أكد على ضرورة الإعداد والتهيئة الجيدين لاستقبال العام الدراسي القادم. وشدد الوكيل عبدون خلال لقائه بالإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية بمديرية مدينة المكلا، شدد على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد عند التحضير والإعداد والتهيئة والتجهيز لاستقبال استحقاقات العام الدراسي القادم، بما يؤكد أنموذجية تربية حضرموت على مستوى محافظات الوطن، موجها بضرورة متابعة كل التكاليف اليومية في هذا الصدد والحرص على إنجازها وفقا والجدول الزمني الخاص بانطلاقة العام الدراسي الجديد، مقدما الشكر والثناء لكل قيادات ومنتسبي العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لتنفيذ كل المهام والخطط والبرامج للعام الدراسي المنصرم. دشن بمدينة المكلا المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات الذي يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف المؤتمر إلى توعية المجتمع من هذه الآفة المنتشرة وأضرار التدخين والقات. وخلال الندوة ألقى الأستاذ خالد الحمد كلمة معبرا عن خلالها أن المؤسسة مستمرة في جانب التوعية والإرشاد والحد من انتشار ظاهرة المخدرات، حيث تم فتح فروع للمؤسسة في عدة محافظات مختلفة. وتطرق المؤتمر إلى تقديم مسرحية توعوية ومشهد تمثيلي يحكي أهمية اختيار الصاحب وكيفية تأثيره على الفرد ودور القانون في مكافحة هذه الآفة الخطيرة والمؤثرة على الشباب بالتحديد. واختتم الحفل بتكريم المشاركين لجهودهم المبذولة في إنجاح المؤتمر. ونحن نكافح من أجل ذلك، من أجل الحد بالانتشار في كافة أنواع المخدرات من خلال عملية التوعية والإرشاد، وتم فتح فروع لها في محافظة حضرموت الوادي وعدن والمهرة وصنعاء. القات والتدخين لا تقل خطورة عن المخدرات، بل إنها التي تصل بالشاب إلى المخدرات. فالتدخين باب من أبواب السرطان، وهذا معروف عالمياً. التدخين باب من أبواب، بل ليس التدخين لحاله، ولكن كل مشتقات التبق تعتبر من أفضل أبواب السرطان.
إذ إن آخر إحصائية عملتها منظمة الصحة العالمية هو إنه 33% من المدخنين يصابون بمرض السرطان. في محافظة المهرة تسلمت المؤسسة العامة للكهرباء سيارات نقل مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة عبر فرع شركة النفط، وتساهم هذه الدفعة الجديدة من سيارات النقل في تسهيل عمل فرق الطوارئ بالمؤسسة وسرعة الاستجابة للاختلالات التي تطرأ على خطوط الكهرباء بين الحين والآخر تزامنا مع فصل الصيف والخريف وما ترافقه من مشاكل في تلك الخطوط. هذا وأكدت مصادر محلية أن السلطة المحلية بالمهرة وضعت حلول جذرية لإنهاء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وفق الإمكانيات المتاحة، مما جعلها محافظة مكتفية ذاتيا في مشروع خدمة الكهرباء، مضيفة أنها اكتفت ذاتيا وأنهت ما يسمى بالطاقة المشترى من التجار، حيث لازالت عبئا وتقليدا معمولا به في بقية محافظات اليمن. في محافظة الحديدة أكد أبناء تهامة في وقفة قبلية مسلحة بمديرية حيس احتفاظهم بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان رد الاعتبار ومحاسبة المتورطين بجرائم الطعن في أعراضهم من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. وذكر بيان صادر عن الوقفة نفي فيه ما جاء في حملة الافتراءات الكاذبة التي روجتها ميليشيات الحوثي، وأكد أن كل ما يجمعهم بالقوات المشتركة هو الإخاء والتعاون لمواجهة تلك الميليشيات. وقال البيان: لقد دأبت ميليشيا الحوثي منذ بدء الحرب على الترويج لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب بحق حرائر الساحل الغربي واستخدامها للحشد والتجديد والتعبية لحروبها العبثية، مؤكدا أن هذا السقوط الأخلاقي وحملة الإفك والبهتان يكشف قبح المشروع الذي تحمله هذه الميليشيات ومساعيها لتدمير أخلاق المجتمع وتمييع العادات والتقاليد التي تصون المرأة من أي استهداف رخيص وتحفظ مكانتها وحرمتها. وأشار البيان إلى أن ما ساد خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة الحوثي من اختطاف واعتقال النساء والزجي بهن في سجون سرية وارتفاع معدلات الجرائم وقتل الأقارب، كلها ظواهر دخيلة على بلدنا ومجتمعنا ظهرت بعد مجيء هذه الميليشيات. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السفير الأمريكي فاجن يكشف عن زيارته لحضرموت. الزبيدي يطالب بتكثيف تدخلات البنك الدولي لدعم سبل العيش ذات الصلة بمعاناة المواطنين. مصادر مطلعة: إغلاق شركة يولي للاتصالات بالعاصمة عدن نظرا لمخالفات قانونية. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.